خبز اللي ساندويتش غراف بنين فارغ من الداخل ساهل تقدروا طيبوه في الطاوة ولا في الكوشة وناجح 100%. الحاجة الأولى في هذه الوصفة نديروا الكوشة تاعنا تسخن على أعلى درجة. هنا عندي 130 غرام تاع حليب و130 غرام ماء يكونوا دافيين، هذاك الكاس وين يخلصوا هذوك الخطوط. نزيدوا ملعقة كبيرة ونص تاع خميرة الخبز وزوج ملاعق صغار تاع السكر، علبة ياغورت ناتشور ولا هذا البتي سويس ولا رايب أي حاجة، ورطل تاع فارينة نحطوها تتعجن في البيتخا. إذا شتوا العجينة تاعكم يابسة تقدروا تزيدوا لها ما دافي ولا بيدكم. كي تنطم العجينة نزيدوا لها ملعقة صغيرة تاع ملح وزوج ملاعق كبار تاع زيت، نزيدوا نعجنوها حوالي 5 دقائق. القوام تاع العجينة يكون طري ما يكونش يابس، نخلوها تخمر. كي يضاعف الحجم نديغازيوها نقسموها إلى دوائر. أنا جاتني 10 خبزات صغار. السمك تاعها ما يكونش رقيق يكون متوسط، نحطهم في السنيوة نغطوهم نخلوهم يرتاحوا 15 دقيقة، نطيبوهم في الكوشة على 250 درجة من التحت، من بعد نشعلو لهم من الفوق. وإذا طيبتوهم في الطاوة تاني لازم تكون سخونة.